هل على المضحي غير الحاج فدية إذا أخذ من ذقنه وقد نوى الأضحية؟ ليس عليه شيء. يعني يستغفر الله سبحانه وتعالى إن كان ممن يتدين بوجوب اجتناب الشعر والأظفار إذا دخل عشر ذي الحجة ولم وكان قد نوى الأضحية. وهل على الشخص شيء إذا نزل من الشعر عند ترتيبه بالفرشاة بعد الشاور؟ ليس عليه شيء يا أولادي، ولو كان محرما، ولو كان في مكة وفي أثناء يعني النسك، ما دامت المسألة لم تتقصد ولم تتعمد، إنما رجل شعره فنزل منها شيء منه بغير قصد منه، فهذا لا حرج على صاحبه ولا تثيب عليه.